تقدرش انك تقاد البيت ولا ياك. لا ما بقاش هادي، حكموني حكموني تحطمتي حكموني. ان هذيك السيده عاشت معايا 32 عام مرتك مرتي، سيده طيبه من اجر ومن فاس. طيب هاي لو سمح لي يا بابا ابراهيم، هي يتيمه 06 40 89 94 12 صفر الساق 40 86 94 12. سورينا بو ابراهيم البيت ديالك، انا فين ساكن؟ ساكن انت ومرتك ياك؟ اه. انت فيك العنكبوت كاين، ما كتقدرش انك تحيدو ياك؟ لا ما ثمان سنين دوزت دابا هكذا، من دابا كاين الساق ما حليتوش. راهو فين هو؟ الساق داير فيه. ما كتقدرش انك تحل حويجاتك تقلب حويجاتك؟ ما كتقدرش. ما نقدرش. علاش؟ دكوديت في نفسي، ولكن اللي عندي التوقيت الا القهوه يتبني الشمس تمشي ريح في القهوه. واخا اسمح لي بابا ابراهيم نوري غير الناس البيت اللي ساكن فيه. شحال من عام وانت ساكن فيه دابا تقريبا؟ لا وليدي راه ما كبرت هنا. كبرتي هنا؟ البيت هو هذا. يعني مشاهدي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر العاجل من مدينه الدار البيضاء. كنتمنى ان اللي كيشوف هذا المباشر يبارطاجيه لاوسع حدود. علاش؟ خاصه نكون مع بابا ابراهيم. انسان دوا بابا ابراهيم، خذ راحتك، شنو بغيتي تقول؟ انسان واحد وحداني، لم يرحمني سوى الله. بوحدك في عايش في البيت؟ كتجي كتسد لك كتبقى راسك. تنسد تنخرج الصباح تشرق الشمس خصني نخرج. واخا بابا ابراهيم النهار كله تندوزو. عاود لي بابا ابراهيم حياتي كيفاش تقلبات حياتك 2015 من ما 2015 من السكن الاقتصادي هو سبابي. من تما صافي هاد الناس قاموا بالعمل ديالهم. ما غاديرها ديرها ما بغيتيش. اش باغي نفهمو؟ مات مرتك في 2015؟ اه ياك. قرب من رمضان ما بين 10 ايام. دوك الناس اللي كنتو ساكنين عندهم او اللي كنتو خدامين عند مرتك جراو لك؟ لا لا ما كنتش خدام عند المراه اللي خدامه عندها. صافي داكشي اللي تبعت ما قولوهم وبلسانهم غادي يرجعوا لك ونضربوا الحساب وكذا وكذا. قالوها لك بحال هكا؟ فوالا مشاو ودفنوه معايا وقاموا بكل شيء، والعائله جات ديالي وبقاو حدا الطاك واقفين في الزنقه وفي العشاء بوحدي وبقيت نبارشي مع راسي. امتى حسيتي بهم صافي غادي يجراو لك؟ بزاف راه ملي كمل الوراق ديالو وتيف الدال من هنا من هنا، عطيني هي الوراق ديالي تيقول لي غادي نحيي نضرب عليها. هو باك تيصيب شغلو، عطاوني العهد بالله غادي نرجعو لك ونضربو الحساب وكذا وكذا، فهمتي؟ خرجتي دابا؟ خرجت من بارتما هذاك الوقت وانا مشيت بدلت القفل ليه وجابوا لازم نبقى نحقق بهادشي. جابوا واحد قال لك هذا راه نائب ديال القيد وطرو فيس ما تعرفش يشدو، وركبت براسي وبقاو عندي حوايج تما ولاو تيتناطرو معايا عليهم. ملي مات مرتك تقلبات حياتك با ابراهيم؟ بزاف. اللي سقسيتيه دابا في الزنقة، تقرب لك الميكرو. اللي سقسيتيه في الزنقة هذاك السيد كيفاش كان؟ الزوجة ديالك هي هادي، هي مباشرة هي هادي. سقسيتيه يقول لك اودي هذاك السيد هو هذا الصورة با ابراهيم. هو هذا هنا في السكن باش خرجت. وهاد الصورة هادي تصورت عند واحد السيد تما رياض الولفة، تا هو كان في ألمانيا بالهضرة قال لي أنت فين كنتي. واخا با ابراهيم جيتي لهاد البيت بقيتي فيه من 2015 لدابا، كيفاش كدوز با ابراهيم نهار؟ عذاب عذاب وما كاينش اللي يفهمني والو، بحال عايش واحد الكوكب مغموق. تا البشر اللي تندوز مع حياتي، تعرف الميكرو با ابراهيم؟ البشر اللي تندوز مع حياتي في الزنقة، اللي تندوز مع حياتي بسهولة. كاين اللي يبغي يجي يتهدى عليك، كاين اللي تيهز لك حاجة يزيد بها، ما بقاش نقدر. كاين اللي نخدم التيسوار ديالي ماشي ديالي، نخدم بنفس أخرى عادة أخرى. ملي تجي هنا تيتلف ليا كلشي، الحوايج ما نقدرش نصبنهم، فهمتي؟ تنديرهم في السطر يبقوا 4 أيام 5 أيام، تنديرهم ميكا تنلوحهم.
قليل فاش نزعم مع الخطرات. علاش دخلت في شي ابا ابراهيم ولا شنو وقع لك؟ وي انت بزاف كثر دخلت ايه وتنفكر انا باش نمشي. يعني تبدلت ما بين التصويره وانت في الحقيقه ابا ابراهيم؟ تبدلت شي بزاف. هنا دابا كاين اللي تيقول لي شريف كاين الحاج الله يعطيك حجه لا هادي تجي في نفسي هما اللي داروا لي انتقموا مني بزاف. ملي سولتك ابا ابراهيم تقرب لك عفاك الميكرو شنو الحاجه اللي تفرحك؟ انتم فرحتوني بهذا الكلام باش تنقدوني وكل شيء هادشي كاين الدوله كاين الله ينصر سيدنا فهمتي عزت برت ما يلا بديت الحياه مراتي مشات مغروره فهمتي ولكن الله لا علم بالوفاة ديالها بقات في نفسي دابا تنموت. الحاجة اللي تفرحك شناهي يا بابا ابراهيم؟ هو ما كان باش نعيش تنموت ونلقى راسي نداوي راسي بيدي حيت باقي ما مداويت كون كنت مداوي غادي صباطي راه والفوك ميكا نهار زدت ما بقيت قدي الحلة سير ديال الصباط ولا الباس ولا تنقى كيما كنت ولا المرايا نشوف فيها نحسن وجهي راه بعض الخطرات جوج خطرات ثلاثة خطرات حسن في 8 سنين هضرتي على شي واحد وجاو هكذا الله أعلم وتنخرج بزز ملي تريح في القهوة حتى تنحس بنفسي تنخرج من هنا حتى تنحس رجعت فيها الروح. كيف تخرج من هذا البيت؟ واه بزاف